وينضم إلينا عبر الهاتف مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان الأستاذ خلف بيومي. سيد خلف، بداية، كيف رأيتم هذا الإجراء رغم أن الداعية المصري مقيم في إسبانيا بصورة شرعية؟ الإجراء غير طبيعي، هناك ملابسات غائبة عنا، لكن من ناحية الشكل هذا رجل يعني منذ 14 عام يقيم في إسبانيا إقامة شرعية ليس بها أي مشاكل قانونية على الإطلاق. ما ورد لنا من عدد من المقربين من الشيخ علاء أو الدكتور علاء يفيد أنه لا توجد مشاكل في إقامته ولا مشاكل في تواجده في دولة إسبانيا، وإنما هي مذكرة خاصة بالشرطة تتعلق بنشاط أو فكر يعتنقه علاء سعيد، وهذا هو يعني مجمل الأمر المخالف للقانون. الأفكار لا تجرم ولا تحارب ولا يعني يلاحق أصحابها بأي نوع من أنواع الملاحقة. الأمر الثاني أن مصر ليست بلد آمن لاستقدام علاء سعيد على الإطلاق قولا واحدا، وهذا هو الذي يعني ذكرناه في البيان الخاص بمركز الشهاب. توجد حالة خاصة كانت قادمة من دولة السنغال، تم القبض عليها بنفس الصورة وإخفاها قسريا لمدة 40 يوم بمصر، ثم بعد ذلك تم الزج بها في قضية وظل محبوسا بها قرابة العامين في سجون مصر. فلا أمان كانت يعني المحكمة الأوروبية اعتمدت على أن هناك أمان ينتظر علاء سعيد، فلا أمان ينتظر على الإطلاق، وإنما السجن قد يكون هو الملاذ الذي ينتظر علاء سعيد. هل من الممكن سيد خلف أن تكون تلك الواقعة مدخلا لباقي الدول الأوروبية والغربية أن تحذو حذوها في تسليم المصريين المطلوبين لنظام الانقلاب؟ بالطبع أمر نخشى من ذلك أن يتكرر هذا الأمر في عدد من الدول الأخرى، لأن التفاهمات السياسية تغلب وتسيطر على الأصول المتعارف عليها قانونيا ودوليا ودستوريا. بالطبع نحن أمر نحذر منه، لأن مغبة التسليم هي نوع من أنواع الاعتداء على كافة الحقوق الإنسان، سواء الموجودة في الشريعة العامة لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي أو العهد الدولي أو حتى في الشرائع المحلية وشرائع القوانين الوطنية. فأمر غير طبيعي، نخشى أن تسير عدد من الدول هذا النهج، خاصة أن مصر تضغط ضغوط غير طبيعية من أجل تسليم معارضيها ومن أجل تسليم كل من يقول كلمة يعني تخص الشأن المصري، تظهر حالة حقوق الإنسان في مصر. فهي خطوة سيئة من دولة أسبانيا، لا مبرر لها دوليا ولا حقوقيا ولا إنسانيا على الإطلاق، إلا هي قد تكون تفاهمات من خلف الستار بين النظام المصري والنظام الأسباني. ولكن من الناحية الحقوقية والقانونية علاء سعيد لم يكن مخالفا حين كان موجودا على أرض أسبانيا 14 عام. الاتهامات التي وجهت إليها ليس لها علاقة بالإقامة، يعني لو كانت حكومة أو دولة أسبانيا خطط الإقامة أو لم يجددها في الميعاد أو ارتكب أمر من الأمور التي تستوجب ترحيله لكنا يعني وقفنا صامتين، ولكن أن يرحل بسبب تناقض بشكل معين فهذا حذو تسير عليه أوروبا مخالف للأعراف التي يعني أوروبا تتشدق بها ليلة نهار. أستاذ خلف، تحدثت أن السلطات في إسبانيا تحدثت أن الشيخ علاء مضمون يعني ألا يتم التعرض له بشكل فيه إجراء تعسفي أو يعني أي شكل يمس بأمنه وسلامته، كيف يمكن ضمان ذلك في ظل هذا النظام المصري الموصوم بأنه دائما يتعدى ويتجاوز في حقوق الإنسان وحقوق الصحفيين وحتى حقوق المعتقلين والمختطفين، وأيضا يعني موصوم بأنه ينفذ أحكام الإعدام بشكل عشوائي؟ لا ضمان على الإطلاق لهذا الأمر. الحكومة المصرية تجذب في كل هذه الأمور، الادعاءات كلها غير صحيحه. غير صحيح ان هناك حاله من حالات الامان تنتظر علاء سعيد، ولا يستطيع احد ان يضمن هذا الامر على الاطلاق. قد اضمن هذا الامر في دوله تحترم الدستور حتى لو كانت دوله ناميه، دوله غير معروف عنها نظامها انها نظام عسكري، غير معروف ان سجونها يعني تكتظ بعشرات الالاف من المعتقلين والالاف من المختفين قسريا، والقتل يطول كل المعارضين بصوره غير طبيعيه. فحينما تسألني عن الضمان أقول لك لا ضمان يعني تستطيع أن تتعلق به. كلمات النظام المصري تصريحات كاذبة، تعهدات النظام المصري تعهدات غير صحيحة، وسينكل عنها وعن كافة أيمانه وعن كافة تعهداته، فلا ضمان بالطبع ينتظر علاء سعيد. نعم، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان الأستاذ خلف بيومي، شكرا جزيلا لك.